بعد نجاح بيراميدز في المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا يستعد لبدء مشواره بدور المجموعات والتي يشارك بها لأول مرة في تاريخه، ويبدأ أولى مواجهاته أمام زيمبي غدا في تمام الساعة 6:00 مساء باستاد الدفاع الجوي، باحثا عن تفوق مبكر ونتيجة إيجابية. دي أول مرة لينا في بطولة الشامبيونز ليج، أول مرة صحيح إحنا عندنا خبرة قبل كده في الكونفدرالية، بس بما انها اول مره احنا جايين بشغف كبير جدا، عايزين نظهر نفسنا وعايزين نظهر بشكل كويس جوه البطوله ان شاء الله. للاسف احنا عندنا بعض اللعيبه المصابين زي اسلام عيسى، زي ابراهيم عادل، زي وليد الكارتي، زي علي جبر، زي مصطفى. انا دايما هتلاقيني بحترم جدا اللعيبه اللي معايا، بقدر جدا اللعيبه اللي معايا وببقى واثق فيهم 100%. صحيح احنا كان ممكن احنا متضايقين وعندنا صعوبه ان هم مش موجودين معانا الناس المصابه، بس هم كانوا هيقووا طبعا الفرقه، كانوا هيبقى في حلول اكتر. بيراميدز يسعى لاستغلال هذه الفرصة وتحقيق إنجاز أمام زيمبي لإنهاء عقدته بعد نجاح الفريق الكونغولي في إقصائه من دور ربع النهائي بالكونفدرالية منذ عامين. بطولة ودوري المجموعات هتبقى قوية، ومعنا فرق يعني من الفرق المرشحة على البطولة، فهنحاول إن احنا نبقى إن شاء الله مستعدين كويس، وإن احنا من بكرة نبدأ بداية كويسة على ملعبنا عشان إن شاء الله يبقى بداية كويسة وناخد منها اللي جاي عشان نقدر إن شاء الله إن احنا نتأهل من المجموعات. مازن بيعلم صعوبة المواجهة، لكنه يهدف للوصول لأبعد نقطة في البطولة بداية من دور المجموعات. سبقية ونبتدي دور المجموعات في الشامبيونز ليج في دوري الأبطال في ماتش خارج أرضه، في مجموعة صعبة جدا فيها الفريق اللي كسب السوبر ليج سان داونز، والفريق اللي اخر سنتين خلص الدوري تاني مرة ورا الاهلي ومرة ورا الزمالك. هم عارفين هم داخلين على ايه، طبعا هم عندهم امكانيات كبيرة وعندهم نقاط قوية، فالموضوع هيبقى تشالنجينج جدا، بس هم مستعدين للبطولة ومنافسة على البطولة دي. طبعا انتوا عارفين ان في الشامبيونز ليج دور الابطال مفيش ماتشات سهلة، فهم جايين عارفين ان محتاجين يركزوا، وبقالهم فترة شهور مركزين وبيشتغلوا كويس علشان هذه المواقف وهذه الماتشات، فهم موجودين هنا وان شاء الله ناويين يرجعوا بنتيجة ايجابية لبلده. بيراميدز يسعى لتخطي عقدة مازيمبي في اول ظهور له ببطولة دوري ابطال افريقيا رغم الغيابات. إيمان حفني، بوكس تو بوكس، ETC.